مشاهدينا مستمعينا الكرام، تستمر الانطلاقات وتستمر فعاليات هذا الصباح. ينطلق بحفظ الله ورعايته خامس الأشواط، الشوط الأول الرئيسي لفئة الإنتاج والمنتجين. هذا الشوط الذي يعد من أقوى الأشواط أيضا في هذا الصباح، وذلك لأهمية هذا الشوط ولأهمية الهجنة المشاركة مع هذا الانطلاق. وشوط ناموس ابن ناموسين، ناموس الفوز وأيضا ناموس وكلمة الإنتاج. نسير بحضراتكم مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط. الانطلاقة من قبل الداودية بشعار السيد راشد بن محمد بن حمد بن محمد الدعية، ينطلق مع الداودية على المركز الأول. نشوف المركز الثاني، من تحاذيها على ثاني المراكز اللي هي تمينه بشعار السيد محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، ينطلق مع ثمينة على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث، شوف الانطلاق الجميل من ثالث المراكز من قبل هيام بشعار السيد عجيام بن حمد بن محمد بن نورة المري، ينطلق مع هيام على المركز الثالث. المركز الرابع، الوصول في هذه اللحظات من قبل الغزيل بشعار مبارك بن حمد البخيت النابت، ينطلق مع الغزيل على مستوى المركز الرابع. بينما الانتقال إلى خامس المراكز وإلى وصول حبوبه بشعار السيد عبد الهادي بن حمد بن تريحيب بن نايفة الهادري. هذه الخمسة المراكز الأولى ذعناها على مسامعكم، لنعود بحضراتكم إلى المركز الأول وإلى الصدارة وإلى المقدمة مع اندفاعة ثمينة واندفاعة أيضا الداودية، تسيران جنبا إلى جنب مع المركز الأول، داودية الدعية وثمينة بن ثلاب. ولكن شوف الدخول مع أيضا انطلاقة هيام لعجيان بن حمد بن محمد بن نورة المري، ينطلق مع هيام على المركز الأول. المركز الثاني، تتأخر قليلا الداودية بشعار السيد راشد بن محمد بن حمد بن محمد الدعية، ودخول عليها واندفاع أيضا ممتازة من قبل الغزيل مبارك بن حمد البخيت النابت. المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدين الكرام، ثمينة القادمة بشعار السيد محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. والمركز الخامس، لا تزال هنا الانطلاقة أيضا من قبل حبوبة بشعار عبد الهادي بن حمد بن تريحيب بن نايفة الهاجري. هذه الخمسة المراكز الأولى ذعناها على مسامعكم للمرة الثانية على التوالي الخماسية الماسية كما عرفت. ولكن العودة إلى المركز الأول وإلى الانفراد الجميلة من قبل هيام عجيان بن حمد بن محمد بن نورة المري، ينطلق مع هيام على الصدارة وعلى المركز الأول، وانطلاقتها جميلة جدا، انطلاقتها ممتازة. المتابعة أيضا من قبل علي بن حمد بن نورة، يتابع هيام عجيان بن حمد بن محمد بن نورة المري مع المركز الأول ومع الصدارة. انتقالتنا للمركز الثاني، نشوف ونتابع المركز الثاني، اندفاعة الغزيل مبارك بن حمد البخيت النابت مع المركز الثاني. المركز الثالث، الداودية تتقدم من جديد بتقدم ممتاز بشعار السيد راشد بن محمد بن حمد بن محمد الدعية. والمركز الرابع، حبوبة الواصلة حبوبة، ديروا بالكم من حبوبة عبد الهادي بن حمد بن تريحيب بن نايفة الهاجري، يقدم لنا حبوبة أيضا بمشاركة تجهيزية من قبل مالك حبوبة، يشاركها مشاركة تجهيزية، نتمنى لها التوفيق. ولأيضا أقرانها في هذا الشوط، قريناتها في هذا الشوط. نشوف المركز الخامس، نشوف الدخول الجديد أيضا مع أول نداء، وصول المتحدة بشعار السيد صالح بن حمد بن راشد قال بريص المري مع أول أيضا نداء وإذاعة للمتحدة. المركز الرابع، الكل يا سلام، الكل وصل، الكل يصل مع هذه التحديات، مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع. شعار أيضا الدوحة، مرحبا بالدوحة أيضا الواصلة مع هذا الانطلاق، قادمة لا محالة. سعود بن صالح بن سالم بن زمات المري مع الدوحة وعليها الرقم واحد، تنطلق الدوحة أيضا مع المركز الرابع، صاحبة إنجازات عديدة. هذه الحيلة المشاركة في هذا الشوط حيل لها إنجازات عديدة جدا في أيضا ميادين السباقات العربية الأصيلة. ولكن العودة أيضا، شوف شوف الواصل أيضا، اسم خطير يصل، ديروا بالكم من وزن ثلاب الراشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، يصل مع وزن وينطلق معها على المركز الرابع. ولكن العودة إلى المقدمة وإلى الصدارة،
مع وصول الجميع، العودة إلى المركز الأول وإلى الغزيلة من تقلب موازين هذا الشوط من صالحها ومن صالح مالكها أيضا مبارك بن حمد البخيت النابت المركز الثاني. المركز الثاني شعار البريصي مع انطلاقة المتحدة صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري المركز الثالث وزن القادمة في هذه اللحظات. ثلاب بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري الدوحة على المركز الرابع مع أيضا شعار سعود بن صالح بن سالم أبا الزمات المري المركز الخامس صملة، وصلت مع أول نداء صملة لمحمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري حبوبة أيضا قادمة وراهية أيضا بن سعد بن كخان أيضا قادم، ولكن العودة إلى الصدارة وإلى المركز الأول وإلى المقدمة وإلى هذه الاندفاعة من قبل الغزيل لا زال تتشبث بالمركز الأول مبارك بن حمد آل بخيت النابت ينطلق مع الصدارة مع هذا الشوط الأول الرئيسي للإنتاج والمنتجين. يلا يا أهل الإنتاج، يلا يا أهل الإنتاج المتأخرين، لحق يلي بتلحق، لم يتبقى شيء، كيلو متر أخير فقط على خط النهاية مع تقدم الجميع مع وصول أيضا وزن ووصول المتحدة ووصول الدوحة ووصول صملة وأيضا الاسم الواصل غارة أيضا لسعيد بن حمد بن سعيد بالحول المري، ولكن العودة إلى الصدارة وإلى المركز الأول وإلى هذا التقدم الجميل. التغيير الذي يطرق مع الصدارة مع اندفاعة وزن ثلاب بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، ولكن تحركت الغزيلة وتحركت أيضا المتحدة تنطلق على المركز الثالث والمركز الرابع. مشاهدين الكرام أيضا انطلاقة وتحدي أيضا الواصلة غارة سعيد بن حمد بن سعيد بن لحول المري والمركز الخامس. المركز الخامس صملة قادمة أيضا لا محالة محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يسيطر على باكورة النداء بالمركزين الأول والمركز الخامس، ولكن العودة إلى وزن والمتحدة اتحركت المتحدة على المركز الثاني بشعار سيد صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري والمركز الثالث القادم شعار باللحول مع غارة سعيد بن حمد بن سعيد باللحول المري. انطلقت غارة الآن، انطلقت غارة وانطلقت وزن وانطلقت المتحدة الثلاث اللي بهنزان اللقاء يوم وصلا كيلو الاختبار ولعت من بين النار اللضاء، ولكن وزن على الصدارة لا تزال تسيطر على المركز الأول. المتحدة غارة والمتحدة وزن وغارة والمتحدة، الله يا سلام غارة، ولكن المتحدة تسيطر في الأمتار الأخيرة وتنتزع المركز الأول بعد تنافس مثير وشيق. المركز الثاني غارة لسيد سعيد بن حمد بن سعيد بن لحول المري المركز الثالث، وزن لثلاب بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. المركز الرابع صملة لسيد محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، بينما المركز الخامس كان من نصيب الغزيل المبارك بن حمد آل بخيت النابت.